يقول: هل نغسل أفواهنا بعد شرب الحليب كما ثبت ذلك في السنة؟ أو نعم، إذا أكل الإنسان شيئا فيه دسومة أو شرب اللبن فإنه يغسل فمه ويتنظف، خصوصا إذا أراد النوم ما ينام فيه رائحة اللبن أو الحليب أو رائحة اللحم، ينظف فمه من هذه الروائح. هذا من ناحية الشرع، ومن ناحية الصحة أيضا، فإنه إذا نام ولم يغسل فمه تصاب أسنانه، تغير رائحة فمه، فيه فائدة صحية وفيه فائدة شرعية.